اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يقول الله عز وجل في هذه السورة اقتربت الساعة وانشق القمر يخبر الله سبحانه وتعالى عن اقتراب الساعة وأن الساعة قريبة جدا وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هو والساعة كما أخبر وأشار عليه الصلاة والسلام كهاتين قال وانشق القمر أي حصل انشقاق القمر آية من آيات الله عز وجل تأييدا لنبيه صلى الله عليه وسلم بسبب يعني اقتراحات المشركين الكثيرة أعطنا آية غير القرآن وهم لو كانوا يريدون أن يؤمنوا لكفاهم القرآن أولم يكفهم أن أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقيم الحجة عليهم فجعل الله هذه الآية العظيمة التي أجمع عليها المفسرون وهي أن القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انشق حتى صار فلقتين فلقة عن يمين الجبل وفلقة عن شماله ثم عاد كانت هذه آية عظيمة باهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعجب ما سمعت من القصص في هذا الباب أن رجلا لما رغب أن يتعرف على الإسلام أخذ نسخة من المصحف ففتح على سورة القمر فوجد هذه الآية اقتربت الساعة وانشق القمر فاستغرب قال كيف القمر ينشق هذا لا يكون هذه سخافات وخرافات وجهل ويعني دعاوى باطلة كيف آية عظيمة في السماء تنشق ما هذا فأغلق المصحف واستمر على ما هو فيه من الكفر حتى كان ذات يوم يستمع إلى مناظرة بين إعلامي وثلاثة من علماء الفلك الأمريكان وهذا الإعلامي يحرج هؤلاء الأمريكان في قوله يعني كيف أمريكا تنفق هذه الأموال والمليارات من الدولارات على الرحلات إلى القمر والصعود إليه لو أنها وضعت فيما يصلح الشعب الأمريكي أفضل من وضعها في هذا الأمر ويتحدث يعني على وجه الملامة وهم يقولون له بل حصل فيها كشوف وأشياء علمية ثم ذكروا من ضمن ما ذكروا وهم يتحدثون أنهم وجدوا شيئا عجيبا وهو أن هناك يعني انشقاقا في القمر أو آثار انشقاق في القمر ظاهرة على سطحه وممتدة إلى جوفه وظاهرة من السطح الآخر وأن هناك شيئا من الالتصاق يدل على أن هذا الانشقاق الذي حصل حصل بعده ارتطام فاجتمع هذان يعني الجزئان بشكل واضح وأنهم أخذوا عينة من هذه الصخور فعرضوها على بعض الجيولوجيين
فأفادهم هؤلاء الجريجيون أن هذا يعني بسبب ارتطام جزئين في هذه الحجارة بعد انشقاقها. فتعجب هذا الرجل البريطاني الذي قرأ تلك الآيات في المصحف وقال: هذه والله آية محمد وكانت سبب إسلامه. سبحان الله. قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا، يعني متى رأوا آية أعرضوا عن الإيمان، وكان الجدير بهم إذا كانوا صادقين إذا رأوا الآية أذعنوا وصدقوا. ويقول عندما يروا الآية: سحر مستمر، أي سحر دائم، هذا سحر قوي ودائم. أو القول الآخر المفسرين وهو الذي اختاره ابن كثير رحمه الله: سحر ذاهب وزائل، يعني من قولهم مر وذهب. قال الله عز وجل: وكذبوا بتلك الآية واتبعوا أهواءهم، لم يتبعوا الهدى الذي نزل عليه من عند الله أو جاء به نبي الله، بل اتبعوا أهواءهم ومشوا مع ما يتمنون أو تحدثهم به أنفسهم. وكل أمر مستقر، كل أمر مستقر قال العلماء فيها إنها مثل قوله سبحانه وتعالى: لكل نبأ مستقر، يعني كل خبر وشأن يختلف فيه الناس له نهاية ينتهي إليها فيعرف بها لمن ما هو الحق وما هو الصدق في هذا الخبر. فما من شيء يقع في الناس وإن زيفه المزيفون وبهرجهم المبهرجون إلا وستكون هناك نهاية يعرف بها حقيقة ذلك الخبر. وكل أمر مستقر أي له نهاية يعرف بها. وقيل إن معناه: كل أمر مستقر أن الخير واقع بأهل الخير وأن الشر واقع بأهل الشر ومستقر بأهله. فكل يعني عمل سيستقر بأهله في نهاية، إما إلى خير وإما إلى شر، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله عز وجل: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، يعني جاءهم من أخبار الأمم الماضية ومن المواعظ والوعد والوعيد ما فيه عرة لمن له كان له قلب، ما فيه مزدجر أي يزجر الإنسان عما هو فيه من الغي والضلال. حكمة بالغة فما تغني النذر، أي لله الحكمة البالغة في هداية من يهتدي وضلال من يضل. فما تغني النذر، يعني هذه النذر أسباب، فمن الناس من ينتفع بها ويكون ذلك بفضل الله عز وجل ورحمته له، ومن الناس من لا ينتفع بها لأن الله أشقاه وكتب عليه الضلالة. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال سبحانه وتعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال الله عز وجل: فتول عنهم، أي أعرض عنهم. تلاحظون هذه الآية مرت بنا في سورة الذاريات وفي الطور وفي النجم وفي هذه السورة: تول عنهم، أعرض عنهم، لا تبالي بهم، لا يصدونك عن الحق وعن تبليغ الدعوة، ولا تكترث لعدم هدايتهم، بل بلغ ما أوحي إليك ولا تنشغل بضلالتهم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يعني يوم ينفخ إسرافيل النفخة التي يبعث الناس إليها، فيبعث الناس إلى شيء منكر وفظيع وعظيم ومهول. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم، أبصارهم خاشعة لأنهم يعلمون أن مصيرهم مظلم وأنهم مقبلون على شيء لا يسرهم بل يسوءهم. قال: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. يخرجون من الأجداث أي من القبور كأنهم جراد منتشر، شبههم الله عز وجل بالجراد، وشبههم في سورة القارعة بالفراش. فالفراش ليس له في الغالب طريق ولا غاية، تجده يحوم هكذا من دون أن يكون له مسير أو طريق أو خط معين. وهذا تعبير عن حال هؤلاء في يوم القيامة، أول ما يبعثون لا يدرون أين يذهبون، فهم كالفراش المبثوث، ثم في النهاية يسيرون إلى نهايتهم وإلى مستقرهم ومأواهم، وهو نار جهنم مثل الجراد المنتشر. فهم عدد كثير من الخلق وذاهبون إلى غاية ينتهون إليها وهي مستقرهم ومآلهم، نسأل الله العافية والسلامة. خش عن أبصارهم، ذكر الله أبصارهم بالخشوع لأن الخشوع والرهبة تبدو على العيون،
يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، أي مسرعين إليه مستجيبين لأمره لا يعصون له أمرا. أين هذه الاستجابة وأين تلك الطاعة يوم أن كنتم في الدنيا تدعون فلا تطيعون وتؤمرون فلا تستجيبون؟ مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر، أي شديد وفظيع ومهول علينا، على الكافرين غير يسير. سبحان الله. قال الله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح، بعد أن ذكر تهديد هؤلاء المكذبين بالآية التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم سيندمون على ذلك أشد الندامة، ذكرهم بحال الأمم التي سبقتهم، فقال جل من قائل: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. قبلكم أيها المشركون كذبت أمم، أولهم أمة نوح، كذبوا نوحا من غير أن يكون عندهم بينة أو برهان إلا المكابرة والعناد، كما ذكر الله ذلك في سورة نوح. فكذبوا عبدنا أي نوح عليه الصلاة والسلام وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قالوا في حقه إنه مجنون، وازدجر أي انتهروه وزجروه في أن يبلغ دعوة الله عز وجل وأن يوصل إليهم الرسالة التي كلف بإيصالها، وقالوا له: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. عند ذلك لما نهوه ووصلوا إلى هذه المرحلة دعا ربه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أني مغلوب يا الله، هؤلاء قد تمالأوا علي، فانتصر لي فإني قد بذلت كل الأسباب في رعايتهم وهدايتهم. قال الله عز وجل: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. قال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ماء كثيف كثير مغرق، ولم يكتفي بذلك بل جعل الأرض تنبع بالماء أيضا. وماذا قال؟ لم يقل فجرنا عيون الأرض، لو قال فجرنا عيون الأرض لكانت العيون النابعة تتفجر، لكن جعل الأرض كلها عيون، فجرنا الأرض عيونا، جعلنا الأرض كلها عيون تنبع من تحت، فانطبق الماء من فوق ومن تحت، حتى إن التنور الذي يحمى عن خروج الماء منه صار ينبع به الماء وفار التنور. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، أي قد قدره الله عز وجل، ماء السماء مع نبع الأرض، لا إله إلا الله، بأمر الله. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. ذات ألواح التي هي سفينة، لأنها ذات ألواح وهي الألواح التي تتكون منها سفينة، ودسر المسامير واحدها دسار، لأن سفينة تتكون من ألواح ومسامير تمسك بهذه الألواح، وقيل إن الدسر هي أضلاع السفينة أو هو صدرها الذي يضرب الموج أو طرفها وأصلها، طرفاها وأصلها يسمى دسارا. وأكثر المفسرين على أن الدسر جمع دسار وهي المسامير، والعلم عند الله. قال الله عز وجل: تجري بأعيننا، أي تجري بمرأة منا وحفظ وكلاءة ورعاية، جزاء لمن كان كفر، أي جزاء من الله عز وجل لمن كان كفر، أي لنوح، وانتصارا من الله له، لأنه قال إني مغلوب فانتصر، فجعل الله هذا الجزاء له لأن قومه قد كفروا به وأمعنوا في الصدود عنه والإعراض عن دعوته والطغيان، فجعل الله هذا جزاء له، أو جزاء لمن كان كفر وهو الله سبحانه وتعالى، ولا مانع من ذلك، يعني يصح المعنى بهذا وهذا. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. تركنا هذه السفينة آية، فقيل إنها بقيت دهورا وهي على الجودي، يراها الناس ويبصرونها ليتذكروا العقوبة التي حلت بقوم نوح، وأن من نجا هو نوح عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه، يقال إن عدتهم قرابة 80 رجلا وامرأة، ما بين رجل وامرأة. ولم يجعل الله أحدا من البشر باقيا بعد نوح إلا ما كان من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، فكيف كان عذابي ونذر. كيف كان عذابي؟
هذا استفهام يراد به التقرير إنه كان عذابا عظيما. أي والله يا إخواني ما ينزل من السماء وأرض تتفجر بالماء فلا يبقى أحد إلا ويغرق، حتى من الحيوانات والبهائم والدواب والناس ما بقي أحد على ظهر الأرض إلا غرق، إلا من كان على تلك السفينة. ونذر أي وإنذاري، كيف كان إنذاري؟ كان إنذارا شديدا. قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يسرنا القرآن لكي يتذكر ويتعرى به، وقد يسره الله بالفعل. ألا ترون يا إخواني أن ما يحكى لنا في كتاب الله عز وجل واضح وبين وليس مستغلقا، وما من أحد يقرأ إلا ويفهم المقصود، سواء عد فهم الآيات بدقائقها وألفاظها ومعاني كلماتها أو لم يفهم، لكنه يفهم المقصود. فعندما تقرأ قصة نوح على أحد يعرف ما المراد من هذه القصة، وإن لم يعلم معنى كلمة دسر ومعنى ذات ألواح وجزاء لمن كان كفر، وإن لم يعلم معانيها تحديدا إلا أنه يعلم المقصود من هذه القصة العظيمة. ولذلك قال الله ولقد يسرنا القرآن للذكر أي للتذكر والاتعاظ، فهل من متعظ؟ فهل من مدكر؟ يسر الله في القرآن حفظه، ويسر تلاوته، ويسر فهمه. ولذلك لا تحتاج في فهمه وفهم معانيه ومقاصده وكلياته وحقائقه إلى كبير عناء، تقرأ وتفهم المقصود، تدل تعرف أنه يدلك على الله سبحانه وتعالى وعلى جنته، ويحذرك من النار ومن المعصية، ويبين لك المحرمات والواجبات، ويدلك على الحقائق والعقائد بأيسر السبل والأسباب. أليست هذه آية دالة على صدق ما ذكره لنا ربنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال الله عز وجل كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. بعدما ذكر نوحا ذكر الأمة التي بعدها، وهي عاد أمة عظيمة من أمم الأرض كذبت بنبيها هودا عليه الصلاة والسلام. فكيف كان عذابي ونذر، كيف كان عذابي الذي أنزلته بهم وإنذاري إياهم؟ والله لقد كان عذابا شديدا، أرسل الله عليهم ريحا صرصرا عظيمة 7 ليال و8 أيام حسوما فما أبقت لهم من شيء، فهل ترى لهم من باقية؟ لا والله ما بقي منهم أحد، وتركتهم أو جعلتهم كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال الله عز وجل إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا باردة شديدة في يوم نحس مستمر، نحس عليهم مستمر، مستمر نحسه ودماره عليهم، لأنه اتصل فيه عذابهم الدنيوي بعذابهم الأخروي. سبحان الله، ذاك العذاب كان بداية العذاب ودام عليهم إلى أن إلى أبد الآباد ودهر الدهاليز. قال الله عز وجل تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، وذلك أن الريح كانت تقلع أحدهم من الأرض فترفعه حتى تغيبه عن الأبصار من شدتها، ثم تنكسه على أم رأسه فيسقط في الأرض فتثلغ رأسه فيبقى جثة بلا رأس، كأنهم أعجاز نخل منقعر. عجز النخلة الذي هو أسفلها إذا انكفأت انظر إليه، كذلك صورهم هم بلا رؤوس، لأن الرأس إذا نزل على الأرض تهشم فيتهشم البدن وأعلاه فيبقى مثل جذع النخلة، كأنهم أعجاز نخل منقعر منكفئ. قال الله عز وجل فكيف كان عذابي ونذر، ما ترون في هذا العذاب كيف هو؟ إنه والله شديد، ولا طاقة للعباد بسخط الله إذا أنزل سخطه بأحد من خلقه، ما للعباد والله طاقة بأن يلاقوا عذاب الله عز وجل. كيف كان عذابي وكيف كان إنذاري؟ إنه والله شديد، إنه والله شديد. ولذلك يؤكد عليهم فيقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، هذا لون من ألوان تذكير القرآن لكم وموعظته إياكم، فانظروا كيف يسر لكم الذكر. قال الله عز وجل كذبت ثمود بالنذر أي بالرسول الذي أنزل إليهم منذرا إياهم، ومن كذب برسول فقد كذب بالرسل كله، كما قال الله عز وجل عن قوم نوح قال كذبت قوم نوح المرسلين. طيب ما أرسل قبل نوح أحد، لأن حقيقة دعوة الأنبياء واحدة، فمن كذب بواحد منهم فقد كذب بهم جميعا، من كذب بمحمد كذب بالأنبياء كلهم. ولذلك نحن نقول إن اليهود كذبوا الرسل كلهم حتى موسى، لأن من كذب بواحد كذب بالجميع. قال الله عز وجل فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر،
قبحهم الله، ما أخسهم وأسخف عقولهم، يقولون أبشرا منا واحدا نتبعه؟ أنتم الآن رضيتم أن تتبعوا أصناما لا تعي لا تعقل لا تسمع لا تبصر لا تنفع لا ترفع لا تجلب لنفسها نفعا فضلا عن عابديها، رضيتم بأن تتبعوها وتذلوا لها. أولما جاءكم رسول من عند الله معه آيات بينات وسلطان وحجة باهرة قلتم متعززين أبشرا منا واحدا نتبعه؟ أنتم الحين تتبعون صخور صماء وترضون بأن تكونوا لها أذلاء وتتعززون وتستكبرون وتقولون أبشرا منا واحدا؟ طيب كم تريدون يعني يا جماعة؟ تريدون 10 أو 20 أو 30؟ نفس القصة، اللي بيكذب واحد بيكذب بالعشرة، واللي يكذب بالعشرة بيكذب بالمئة، لأنه سيقول أيضا بيقترح أشياء أخرى. هي العبرة في قبول الحجة، هل جاء بحجة مقبولة أو لم يأتي بحجة مقبولة، هذا هو محل الاعتبار. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر، نحن ضالون إذا تبعنا واحدا جاءنا. وفي سعر يعني في جحيم، جحيم الاتباع ويعني القيام بطاعته هذا جحيم علينا. ولذلك سبحان الله قوبلوا في نفس السورة عندما قال الله عز وجل إن المجرمين في ضلال وسعر، يعني أنتم تقولون إنا إذا لفي ضلال وسعر، والله إنما أنتم فيه هو الضلال وهو السعر، يعني وهو العذاب، عذاب الحيرة والشك والاضطراب الذي يستعر في قلوبكم وستكافؤون عليه بالسعير في يوم القيامة. قال الله عز وجل بل عنهم بل هو كذاب أشر، اتهموه بأنه كذاب من غير بينة. سبحان الله، حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكذب في نصف كلمة، فكيف يقال بأنه كذاب؟ يعني قد امترى الكذب وامتهنه، وأشر يعني متجاوز للحد في كذبة صلى الله عليه وسلم. بل هو كذاب أشر، كذبتم والله. قال الله عز وجل سيعلمون غدا، وهذا من الوعيد العظيم، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إذا نزلت بهم العقوبة سيعلمون من هو الكذاب الأشر، أهو صالح عليه الصلاة والسلام أم هم الكذابون الأشرون. قال الله عز وجل إنا مرسل الناقة فتنة لهم، أي إنا سنبعث لهم ناقة لنفتنهم بها. إذا كان بالفعل هم يريدون الحق وقبوله، فإن هذه الناقة لا تدع فرصة لأحد في أن يشك في أن هذا نبي من عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن الناقة قد ولدت على غير العادة من صخرة، خرجت من صخرة، وهذا عجيب. ثم هذه الناقة عجيبة جدا، ما لها نظير في العالم، تأتي فتشرب ماء أمة كاملة لوحدها، وتعطي الناس كلهم لبنا فتسقيهم فيريدون وهم قد شبعوا. ما هذه الناقة؟ عجيبة. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، أي انتظر ما يؤول إليه أمرهم واصطبر عليهم، فإن العاقبة لك والنصر في الدنيا والآخرة. ونبئهم عندما تأتي لهم بهذه الآية أن الماء قسمة بينهم، أي يوم لهم ويوم للناقة، يوم يشربون من الماء ويوم يشربون من اللبن. وقد قال لهم كما في سورة الشعراء هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، اتفقوا على هذا ووافقوا عليه، وفيه مقابل وهو أنهم يأخذون بدل الماء لبنا أو حليبا صافيا من ثدي أو ضرع هذه الناقة. الآية العجيبة، قال الله عز وجل ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، يعني إذا غابت حضروا الماء وإذا جاءت حضروا اللبن، كل شرب محتضر، فهم يحضرون الماء عند غيابها ويحضرون اللبن عند حضورها. فنادوا صاحبهم أشقاهم فتعاطى فعقر، وهذا اسمه قدار ابن سلف، هكذا اشتهر عند المفسرين، وأظن اسمه صحيح لأني ما رأيت في ذلك خلاف عنده بين المفسرين. نادوا صاحبهم هو أشقاهم فتعاطى، أي اجترأ وأخذ بالأمر بكلفة، لأنه ما كان له أن يفعل ذلك، فعقر الناقة وقتلها. فتعاطى فعقر، سماه الله عز وجل في سورة الشمس إذ انبعث أشقاها فعقروها
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. قال فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر، كيف كان عذابي الذي أنزلته بهم، إنه عذاب شديد، وكيف إنذاري لهم، إنه إنذار عظيم. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، صيحة واحدة، فكانوا كهشيم المحتضر، فرقهم الله عز وجل ومزقهم وقطعهم إربا إربا كما يكون من هشيم المحتضر. ما هو هشيم المحتضر؟ هشيم المحتضر، المحتضر هو صاحب الحظيرة الذي له حظيرة فيها بهائم، يجمع الشجر ذات الشوك، وهذا الشجر يضعه كحظيرة لغنمه أو لبهائمه، فهذا الشوك إذا اجتمع ويبس يبدأ يتكسر ويكون صغارا ودقاقا تنزل في أسفل تلك الحظيرة. شبه الله عز وجل تقطعهم وتكسرهم وتهشمهم من شدة تلك الصيحة التي وقعت وحلت بهم بذلك الهشيم، هذا هو هشيم المحتضر. أو هشيم المحتضر هو بقايا التبن والنبات الذي يأتي به الراعي أو صاحب الحظيرة إلى غنمه فتأكل منه ثم تطأ عليه فيتهشم ولا يبقى منه يعني عود إلا وهو متكسر كسرا كثيرا. إذن هذه آية عجيبة يا إخواني. قوم عاد الريح اقتلعتهم وصعدت بهم إلى فوق ثم أسقطتهم على رؤوسهم فصاروا مثل أعجاز نخل منقعر. هؤلاء بالصيحة صار لهم شيء شديد جدا، ما هو؟ صاروا مزقا وتقطعوا قطعا صغيرة مثل قطع التبن إذا وطئت عليها الدواب مرة بعد أخرى، ماذا تجمع منهم؟ سبحان الله، أي لهذه الدرجة قوة تلك الصيحة؟ نعم، فكانوا كهشيم المحتضر ولم يبق منهم أحد. قال الله عز وجل كهشيم المحتضر، قال السدي هو المرعى بالصحراء حين ييبس وحين يبس وتحرق ونسفته الريح. وعلى كل الأحوال هذا تصوير لما آل إليه أمرهم من أن الصيحة قد ضربتهم ضربا عجيبا وأضرت بهم حتى مزقتهم فلم تبق منهم باقية. نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من سخط الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.